عاملين ايه فوسفور جديدة مع هنا كريم في هنا سكتش. النهاردة هنعمل الجابانيز رول كيك. هي بتكون زي السويس رول بس الفكرة انه كيكة بتكون سبونج كيك. هي سهلة جدا ومكونات سهلة قوي ومتوفرة في اي بيت وجميلة جدا وطرية وسكرها مظبوط قوي وحلوة بجد. الوصفة دي ممتازة فيلا بينا نبتدي بيها. دلوقتي انا عندي 3 صفار بيض ودي العجينة بتاعت السبونج كيك. هنا 3 صفار بيض و 25 جرام سكر. هفضل اقلبهم لحد ما لونهم يفتح وتبقى قوامهم فلافي او فيه هوا يعني شوية. دلوقتي خلاص خلطتها وده القوام المناسب. دلوقتي هحط 50 جرام او ملي لبن، يا ريت يكون كمية دسم هيبقى احلى بكتير، و 40 جرام او ملي برضو زيت، وهقلبهم وكده المكونات السائلة بتاعت العجينة خلاص خلصت. دلوقتي انا حطيت بس معلقة فانيليا، وهنا عندي 45 جرام دقيق كيك، ولو ما عندكمش دقيق كيك حطوا دقيق متعدد الاستعمالات ومعلقه نشا. وهنا عندي ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا، وهحط رشه ملح واقلبهم وكده. بس ده القوام المناسب. اوكي دلوقتي بقى هنبتدي نعمل المرنج. هنا هنعمل المرنج. عندي 4 بياض بيض طبعا في درجة حرارة الغرفة، هضربهم شوية لحد ما يبقى فيه رغاوي فوق وبعدين نحط السكر. دلوقتي بقى فيه رغاوي فوق كويس، هحط 50 جرام سكر تدريجيا. خلاص المرنج خلص، حطيت عليه بس معلقه خل او معصره ليمون، وبدا ما اعمل البيك دي بصوا دي، يبقى هو كده المرنج كويس قوي. دلوقتي بقى نبتدي نحطه على العجينه، وطبعا سخنت الفرن على درجه حراره 180. دلوقتي خلاص خلصنا الصفار البيض وبياض البيض اللي هو مرنج، وهحط شويه كده والوه بالطريقه دي. قلبوهم شويه بالطريقه دي وهتلاقيهم اتمزجوا. هحط التلت التاني، يعني احنا بنحطه تلتات كمان، وقلبهم بنفس الطريقه. ممكن اول مره تقلبوهم كده عشان تاخد القوام، بس تاني وتالت مره لا تقلبوهم بالطريقه دي، عشان احنا الفكرة ان احنا مش عايزين انه الهواء بتاع المرنج يضيع، هو دي الفكرة يعني. دلوقتي هو ده بقى القوام بتاع العجينة. جبت صينية وحطيت عليها ورق زبدة وهحط عليها العجينة، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 زي ما قلت، من 15 دقيقة ل17 دقيقة، حاجة في الرينج ده كده. انا تمام خلاص فردتها كويس، و هخبطها بس خفتين كده عشان الفقاقيع اللي فوق ما تكونش موجوده، وهدخلها الفرن. دلوقتي هنعمل الكريمه اللي بتكون جوه الجابانيز رول كيك. دلوقتي حطيت الكريمه، هحط معلقتين سكر بودره، وكده الكريمه بتاعت الجابانيز رول كيك خلصت. معلقتين كبار وهقلبهم لحد ما يعملوا زي قوام المرنج كده، يبقوا فلافي ويعملوا كيك. دلوقتي خلاص خلصت الكريمه، وزي ما انتم شايفين بتعمل برضو البيك. يبقى كده الكريمه تمام والكيكه تمام، دخلناها الفرن وكده خلاص. بعد ما تطلع هنبتدي نبيها ونلفها. دلوقتي انا طلعتها من الفرن وسبتها تبرد براحتها خالص، وشلتها من ورق الزبده، ودلوقتي هحط الكريمه واسودها عليها كلها
مش لازم نحط كريمة كتير قوي، وقطعت فراولة، ممكن كومبوت، ممكن كيوي، ممكن اي فواكه عندكم. انا هستخدم النهاردة كومبوت وفراولة. دلوقتي خلاص تمام. دلوقتي بقى يعني في حاجة كده في دماغي عايزة اشوف هتنجح ولا لا. ان شاء الله تنجح. هحط من اغمق اللون اللي هو الفراولة، المفروض الاحمر، وهرصه كده بقى لتلتو. دلوقتي خلاص حطيناها بالالوان، شكلها حاليا فعلا جميلة جدا. دلوقتي هنبتدي نلفها. بسم الله هنلفها بالقماشة. اوكي نحاول نقفلها بقى. احنا لفيناها كويس. حلو يا جماعة، جميل اهو. حلو اوي. ودلوقتي بقى هنفردها خلاص بالكليم فيلم، وشلنا الحاجات اللي وقعت شلناها. ودلوقتي هندخلها التلاجة من نص ساعة لساعة كده عشان تجمد كويس، وبعدها بقى نطلعهم زينهم بكلها. دلوقتي خلاص خلصناها، رشيت شوية سكر بودرة وحطيت عليها كريمة وفراولة، وشكلها وفعلا شكلها جميل جدا، حلو اوي. يلا بينا نضع. بسم الله بسم الله. جميلة جدا. أول حاجة، أول طريقة، الكيكة طرية أوي أوي أوي، طرية جدا، تحس انتوا تاكلوا كيكة كده طرية أوي يعني بجد. والفواكه اللي جواها مع الكريمة كل القوام مع بعضه حلو، وسكرها مظبوط، ومش هتحسوا انتوا من اول معلقه مش قادرين، وخفيفه وطريه، مفيش احلى منها. جربوها.